عايزه تجيبي لبس لاولادك من غير ما تبيعي هدومك؟ تعالي وانا اقول لك. جيتي لي في منطقتي. هنا القاهره الى ربات البيوت. بصي يا حبيبتي، اللي اوله شرط اخره نور، بلاش المحلات الغالي، مش عشان يقولوا سعديه بنت شلبيه لابسه من المحل الفلاني ولا جايبه البراند العلاني. احنا مالنا، خلينا في حالنا، بس ده برضو ما يمنعش ان انت تلبسي انت ولادك حلو وشيك ورخيص. هقول لك بقى على كم مكان نروق بيهم على حالنا، بس قبل ما اقول لك، انت بقيتي صاحبتي خلاص وبقيتي عارف مش كل شويه هقول لك لايك وشير وكومنت. خدي بقى ما اقول لك. عندك اول مكان بنتشي، حلو وجميل ورخيص، رجالي وشبابي وحريمي واطفال، في كل حاجه. بس خلي بالك وانت بتشتري بصي في الحاجه كويس، يكون جيب مقطوع، يكون المقاس مش مظبوط، ما تبقيش مدهوله كده. تاني مكان عندك حجازي، حاجاته جميله وحلوه، وعنده البنطلون ب 100 جنيه واحلى بلوزه ب 120، بس عيبه الوحيد ما فيهوش مقاسات كبيره، كلها مقاسات صغيره، وما فيهوش غير حريم، يعني الرجاله والعيال والتخان يتحرقوا. صاحبتي الكلبوزه هنساكي يا اختي؟ لا مش هنساكي. تعالي اقول لك على المكان التالت، عندك شعبان في كل المقاسات، والبسي براحتك وتخاني براحتك. وعندك المكان الرابع فاشونيستا او لقطه، وبيبيعوا بالكيلو، في اول الموسم الكيلو بيبقى ب 450 واخر الموسم الكيلو ب 150، وتلاقي نفسك شاريه كيلو واحد يلبس الشارع كله. والمكان الخامس عندك فرج الله وبافلي، ودول بواقي تصدير، اللبس البيتي عندهم من 60 ل 100 جنيه، واللبس الخروج من 80 ل 120، يعني هتلبسي وهتلبسي العيال. والمكان الاخير ده اللي بيقول لي الكل انا بابا يلا، الوكاله. الوكاله دي بيطرح لها من الصبح بدري والشمس طالعه عشان نعرف نشوف الحاجه البهتانه المبقعه اللي فيها خرم، المقطوعه الضيقه الواسعه، حاجتها حلوه وجميله ومستورده. وعندك الرخيص وعندك الغالي وعندك المصري وعندك المستور وعندك البراند. والبراندات دي بقى بتبقى هناك موجوده يوم الاحد، عندك كل البراندات، شنط لبس هدوم، وبتراب الفلوس. بس خلي بالك نقي كويس، لان هناك مفيش ريسيت ولا فاتوره 14 يوم وتستبدل، اللي بيروح ما بيرجعش. وهناك كل الاسعار من جنيه لألف. بس بقولك وانت راحه تقيسي ولادك وجوزك بشبر ايدك، بدل ما ترجعي والحاجه تطلع مش مظبوطه وتاخدي انت بنفس كف الايد. ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو وشير، ولو حد عاوز نتكلم في اي موضوع يبعت لي في الكومنت.